السلام عليكم. اليوم محاضرتنا الثانية في الفصل الدراسي الثاني حناخد فيها دالة جديدة اللي هي دالة الصم إف. حتى نميز دالة الصم إف حناخد الفرق بينه وبين صم دالة صم اللي تستخدم للجمع. إذا كانت عندكم مجموعة الأعداد 10 20 100 50 25 70 وكان المطلوب إيجاد مجموع هذه الأعداد، فبكل بساطة هقول 10 زائد 20 زائد 100 زائد 50 وهكذا أكمله كله إلى أن يطلع لي المجموع الكامل. هذا الشيء تقوم به دالة صم، فدالة صم تستخدم لجمع الأعداد. إذا كان المطلوب جمع الأعداد اللي أكبر من 50 فقط، فبهالحالة حتجون على عدد 10 أكبر من 50 لا تهمل، العشرين أكبر من 50 تهمل، المية نعم أكبر من 50، إذا أول عدد يجمع، الخمسين تهمل، 25 تهمل، السبعين أيضا ناقص لأن أكبر من 50. فمعناته عندي شرط معين، هذا الشرط شفت الأعداد ينطبق عليها أو لا، إذا انطبق أجمعها، ما انطبق أهملها. هذا اللي تقوم به دالة صم إف، تجمع الأعداد وفق شرط معين. هذا الفرق بينه وبين الصم، الصم تجمع جميع الأعداد، أما الصم إف لا وفق شرط معين. الفرق بيناتهم من ناحية الطيرة، الصم يساوي صم range أسد القرص. هذا الرينج قد يكون مجموعة خلايا مثلا من B2 إلى B12 وهكذا. أما الصم F يساوي صم F رينج واحد فاردة منقوطة أو كونديشن أو شرط أسد القوس فاردة منقوطة رينج 2. هسه حنجي على رينج واحد ورينج 2، شنو المقصود بهم؟ رينج واحد كونديشن رينج 2. الرينج الأول المدى الذي نبحث فيه عن الشرط، يعني المدى اللي أدور به عن الشرط مالتي. رينج 2 فهو مدى الجمع، فصار عندي مدى أدور به عن الشرط ومدى ثاني أجمع الأعداد مالتي. بعض الأحيان يكون المدى اللي أبحث فيه عن الشرط هو نفس مدى الجمع، مثل هالحالة الأرقام الأكبر من 50 أجمعها، فأنا إذا أدور بهالأرقام أرقام أكبر من 50، فالمدى اللي أبحث فيه عن الشرط هو هالعدد، والكونديشن هو أو الشرط الأكبر من 50، أما المدى اللي أجمعه هو أيضا هذه الأعداد. إذا حنأخذ مثال يوضح طريقة تطبيقها. عندي مجموعة منتجات سبورت كار، ميني فان، تاكسي كار وغيرها. عندي المنطقة شرق غرب أي شيء، وعندي مبيعات. إذا كان المطلوب مجموع المبيعات بشكل عام، فمجرد دالة صم الاعتيادية، ليش؟ لأن بدون شرط صم ومبيعات، هاي المبيعات انت طلعت مجموعها. لكن لو المطلوب هو مبيعات لسبورت كار، حددت نوع السيارة هنا، من حددت نوع سيارة معينة اريد اجمع مبيعات، معناتها صم اف. هسه احتاج مدى الاول اللي هو ادور بيه عن الشرط،
أنا أريد السيارة سبورت كار، فالمدى اللي أدور به عن الشخص هو نوع المنتج. A2EI6 فارزة منقوطة، طبعا جدا مهمة الفارزة المنقوطة والأقوال. أو الشرط مالتي هو سبورت كار، أسد القوس فارزة منقوطة، بين أجزائها كلها فارزة منقوطة. هسه مدى الجمع، أنا هاي المبيعات اللي هي أريد أجمع، أريد أجمع مبيعات السبورت كار، فمدى الجمع هو هذا. فصار عندي مدى أدور به عن الشرط اللي هو هذا، والمدى اللي أجمعه اللي هو هذا. انتهى. هالحالة طلعت مبيعات السبورت كار. هسه أريد أطلع مبيعات الميني فان، أيضا صنف، أفتح قوس، نوع المنتج أيضا حيكون المدى اللي أبحث فيه عن الشرط، فارزة منقوطة، قوس، الشرط مالتي إن السيارة تكون ميني فان، أسد القوس، فارزة منقوطة، مدى الجمع أيضا مبيعات. هسه أريد منطقة الشرق أو إيه، معناتها أريد مجموع المبيعات حسب منطقة وليس حسب نوع المنتج. فبهالحالة حيكون هذا المدى اللي أدور به عن الشرق وهذا المدى اللي أجمع الأعداد، يساوي سم إف أو المدى اللي أدور به عن الشرط هو المنطقة، فارزة منقوطة، هاوس، الشرط مالتي هي منطقة الشرق أو إيس، أسد القوس. شوف الشرط مجرد أكتبه بين قوسين بغض ما أضيف أي شيء بعد، مجرد أريد شرط شرط ميني فان ميني فان، فارزة منقوطة، مدى الجمع اللي هو هذا، مبيعات أنا أريد. حضرت طلب لو كان مجموع المطلوب مجموع المبيعات الأكثر من 500، بهالحالة حيكون عندي أريد مبيعات أكبر من 500، مو حسب نوع المنتج ولا حسب المنطقة، لا هي المبيعات، أريد المبيعات الأكبر من 500 ريال، يساوي صم إف. هنا حيكون يساوي صم إف، هنا حيكون المدى اللي أبحث فيه عن الشرط هو هذا، ليش؟ لأن أريد أعداد أكبر من 500. ما عندي شيء لا بالمنطقة ولا بنوع المنتج، فقط بالأعداد. فارزة منقوطة، أقوال، الشرط إنه أكبر من 500، شوف كتبته مباشرة، أكبر من 500 وتبدأ في القوس. فارزة منقوطة، المدى اللي أجمع الأعداد مالته أيضا هذا، فبهالحالة صار عندي مدى الشرط هو نفس المدى الجمع. انت هاي تنفيذ دالة صنف. إذا ردت مبيعات سيارة السبورت كار منطقة الشرق، معناتها عندي صار شرطين، شرط نوع المنتج وشرط المنطقة وأجمع المبيعات. بهالحالة صنف العادي ما تخدمني، أكو دالة مجرد ما تكتب صنف تظهر جوا صنف إف، هاي تقوم تربط لعدة شروط مع بعضها. ناخذها محاضرة الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا الأسبوع هاي محاضرتنا. أي سؤال بالتنفيذ يقدرون تسألوه بالكلاس روم، إن شاء الله أجاوبكم عليه.